سيد مودر، هل تعتقد بأن طهران تخشى من توسع نفوذ أنقرة في المنطقة؟ نعم، المشروع التركي اليوم هو المشروع الأكبر والمشروع الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وفي المناطق العربية وفي شمال أفريقيا. المشروع التركي هو مشروع اقتصادي، مشروع متعدد الوجوه، اقتصاديا، أمنيا، سياسيا، عسكريا، بينما المشروع الإيراني هو مشروع إرهابي. ولذلك نجد بأن تركيا تعمل حاليا على إعادة علاقاتها مع جميع الدول العربية. وجود القاعدة العسكرية التركية في قطر ساهم في حماية قطر حتى من إيران. إيران اليوم تنظر على الخليج العربي على أنه خليج فارسي، تنظر على الدول الخليجية بأنها يجب أن تكون تابعة للحرس الثوري الإيراني. اليوم من تصدى ومن سيتصدى للمشروع الإيراني هي تركيا، وخاصة نجد بأن العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين إسرائيل وبين إيران هي قوية جدا. نحن لا نأخذ عملية قصف إسرائيل لبعض القواعد والميليشيات الإيرانية في سوريا. نعم هناك خلاف حول سوريا، ولكن هناك اتفاق حول ما تقوم فيه إيران من نشر عصاباتها الإرهابية في العراق، في اليمن، في لبنان، وكذلك في عملية إضعاف دول الخليج وفي عملية الهيمنة على دول الخليج أو على الخليج العربي. إسرائيل يعني هي من تساعد إيران من أجل الضغط على دول الخليج، من أجل أن تعود دول الخليج إلى الحاضنة الروسية. اليوم لولا الإرهاب الإيراني لما أقدم العرب على التفاوض مع إسرائيل وخاصة دول الخليج. ولذلك هناك ضغوط كبيرة جدا من قبل إسرائيل على الدول الخليجية أو على الدول العربية من خلال إيران. اليوم إيران هي شرطي إسرائيل وشرطي أمريكا في دول الخليج وفي الخليج العربي وفي منطقة الشرق الأوسط. إسرائيل لا يمكن أن تجابه تركيا لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا ولا أمنيا، ولذلك هم يساعدون إيران من أجل أن تكون هي في مواجهة تركيا وفي مواجهة الدول العربية.